ربيع تيمومي مخرج سينمائي. أنا مخرج وسيناريست، أنا هوني موجود في مدينة الثقافة في ضمن فعالية مشارك ضمن فعاليات مهرجان بانوراما السينما الفيلم القصير الدولي في الدورة نتاعو الثامنة. شرف كبير لي، سعيد جدا بالوجود هوني. ونحب نقول حاجة، الرئيس الأمريكي روزفلت عند افتتاح استوديوهات هوليود قال كلمة قوية برشا: من هنا سنصنع عظمة أمريكا. هذاك علاش يعني السينما، المسرح، الفنون هذه أنا نشجع عليها، سواء كنت عاشق للسينما، تحب السينما، ما تحبهاش، مهما تكون الصفة متاعك ديما امشي للسينما، ديما تفرج في السينما، لأنه بالحق هي النافذة اللي تعطيك أفكار أخرى مغايرة للي تعرفه من حومتك ومن عائلتك ومن أصحابك. في موضوع من ناحية أخرى، أنا مشارك بفيلم Nobody Should Forgive Them، فيلم قصير من 12 دقيقة، تمثيل بولبابة الهذيلي وهاجر زايدي، تحية كبيرة لهم. وهذه كومبيتيسيون وفليتنافس المتنافسون، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. ميرسي.